السلام عليكم، معكم صباح بيوتي يوتيوبرز مغربية أم ديال زوج ديال البنيات ندى ونورهان. البروجي يعني شوية دابا وقفته نظرا شي مشاكل كانوا وقعوا ليا ديال عدم يعني الثقة ديال بزاف ديال الحوايج، داكشي علاش وقفته. إن فوا غادي نسالي لي غادي نشد المشروع ديالي بوحدي، وأكيد غادي نوقف على رجلاتي. تقول لك الضربة اللي ما كتقتلكش كتقويك. لا غادي نكمل في نفس المشروع إن شاء الله، وإلا كانوا شي إضافات وكانوا لقيت شي حاجة الجديد اللي نقدم للناس. راكي عارفة المتتبعين داكشي يعني كيبغيو شي حاجة اللي تكون رفيقة في الثمن، شي حاجة اللي تكون زوينة ماشي على الحق وحط أي حاجة. الله يسر الأمور للجميع. أكيد، ولكن فاش تتكون الغيرة والسم والحسد خاصنا نطيحك خاصنا ندير لك فرا، أكيد داك المشاكل اللي وقعوا ليا. الحمد لله على كل حال، تنقولوا ان المؤمن مصاب، ملي جاتنا غير في هذيك ما جاتناش في شي حاجه اخرى. الحمد لله. تحطيت في واحد الدائره اللي ما كنتمناها حتى شي امراه. للاسف الشديد حنا المجتمع ديالنا تنحقروا المراه الارمله وكنحقروا المطلقه والسيده اللي باقا بلا زواج. يعني اي واحد شار فيك ولا قال عليك شي كلمه ولا كنتيقوها بسهوله. هذا هو المشكل اللي انا وقعت فيه. يعني اي واحد جا وبغى يوسخ لك السمعه ديالك ولا تنقولوا راه يمكن علاش لا راه ما عداش الراجل لا حقه حيت تلبس. لا نساو بان كاين بزاف ديال الناس غالطين في شي نقاط. راه ماشي اي وحده ما عداش الراجل فرها باغا شي راجل ولا كدير شي حاجه خايبه ولا. راه للاسف الشديد بزاف ديال المتتبعات ديالي اللي قالوا لي صباح هضري لنا على هاد الحقره هادي، لحقاش حتى حنايا ما عندناش رجالتنا وتا حنايا غير كنخرجوا كيقولوا الناس هما خارجين يديروا شي حاجه، غير كتقول ليهم شي وحده راه هذيك راه ما مزياناش كيتيقوها. بزاف ديال الناس اللي كيقولوا لي سلطين الضوء على هذا. مادام انت يوتيوبرز و يعني يعني عندك قناه بانك توصلي الصوت ديالك، هضري لنا على هذه النقطه. وهادشي اللي واقع دابا، هادشي اللي واقع دابا، وللاسف الشديد المتتبعين يعني كيساهموا في هادشي. لو كان انا يوتيوبرز ودرت يعني واحد التفاهة في القناة ديالي او لا درت واحد البوز في القناة ديالي والناس ما تفاعلوش مع داك البوز او لا، راه غادي نعاود نراجع نفسي ونراجع المحتوى ديالي. ولكن حنايا شفنا بان مؤخرا المعاطية ومؤخرا المخاصمة وكلام الخيب هو اللي كيجيب المشاهدات، للأسف الشديد هو اللي كيجيب لك الأدسنس. وهذا هو اللي أنا وقعت فيه في المشكل اللي وقع لي مؤخرا. اش نقول لك، صحابات غدارات ما كاينين صحابات. صاحبتك هي اختك، هي امك، هي بنتك. لان اختك واخا تخاصمي معها واخا ما تقدرش اديك، امك كذلك، بنتك كذلك. لكن شي وحده اخرى كتب عليك كانوا الصحابات فاش كنا قديما، يعني فاش كانت المراه ما تتكسى من العيد للعيد، فاش كانت القناعه، فاش كان. اما دابا فاش وحده غادي تصاحب معاك تي خدامه وتديري في مشروع ديالك وتديري وهي غا جالسه، وهي راه ضروري غادي يكون غيره وضروري غادي يكون شي حقد. ضروري ضروري ضروري. كاينين حسبي الله ونعم الوكيل، هذا هو اللي كنقول. وصلت لواحد المرحله حقاش من دوك التجارب اللي خديت في الحياه، وصلت لواحد المرحله
اللي جا كنقول ليه السلام عليكم، اللي مشى كنقول ليه الله يعاوننا ويعاونك. تنتعامل مع الواحد مزيان وتنتسنى الحلقه الاخيره والحمد لله. غير ما ديرش ما تخافش، راه سيد ربي كبير والله سبحانه وتعالى ما كيرضاش بالظلم، واكيد الحقيقه كتبان تبان. اولا القميجة البيضاء راه ماشي شي انسان اللي هو غريب على العائله ديالي، اولا هو ينسب خويا وبحال خويا وكابرين مع بعضياتنا، لان سي محمد خويا قبل ما يتزوج عواطف راه كان صاحبه من هو صغير، لا هو لا خوه الكبير، وكان ساكن عندنا والختي، ومقبل ما يموت راجلي انا فاش كندوز للبيرمي وفاش كان هو اللي كان كيمشي معايا. الناس اللي ما عارفينش اننا ما كنعاودوش لي ديتاي لي ديتاي، فاش كنا في اكادير او لا فرا السيد كان عند صاحبه، حنا ما كناش كنعاودوا لي ديتاي لانه كان واحد الاقتراح ديال اننا نديروا راسنا مزوجين، وانا رفضت. علاش؟ انت عارفه دابا ان باش طلعي القناه وحده ارمله، واخيرا جا واحد العريس، واخيرا حقه مفورمي حقه هادي حقه هادي، كتبقاي تبيني فيه بشويه بشويه. لكن انا رفضت، ما يمكنش انني غادي نكذب على المتتبعين ديالي. وها حنا يتخطبنا، ها حنا درناك وحنا درناك، وفي الاخر نقول ليه ما لاق ليا ما لقت لي. الناس يمكن تيبغيو لي كذب عليهم ولا ما فهمتش انا، ولكن انا ما درتش بحال معكوك، وخليته يعني احتراما الخصوصيه ديالو لمرته. سيد مزوج بولده، راه ولده تقريبا عنده 7 سنين او لا كيقرا. عاد زيد على ذلك ان سبحانه خويا كان غادي معانا، غير هو الكار اللي ما لقاش البلاصه فين يمشي، لان ديك الساعه كانوا محبسين الكيران. زيد على ذلك ان كانت معانا بنت حنان اختي اللي هي عزبه في السن ديالها 17 سنه، ندى ونور هاد. فكيف يعقل هذا الشخص هذا انه كيباس معنا في نفس الدار؟ يعني الناس غير يحاولوا يفهموا. ما كنطرقش انا اللي ديطاي باش انا نبقى نعاود في لي فيديو. لا واحد ما كيباتش معنا غير كيضل معنا وكيجي مع الصباح يفطر، راه ضروري غادي يجي يفطر معنا ويجلس معنا ويتغدى معنا ونخرجوا مع بعضياتنا، وبالليل حتى كنبغيو حنايا نعسو تبقى مجمع معنا بعدا كاين حتى كنبغيو حنايا نعسو، وشاري الكارطه شاري نكلمو وكيمشي في حالو. صراحة كاينين بزاف اللي شي ناس اللي تصدمت فيهم، والله الا تصدمت، لان قنوات ديال الانتقاد وقفوا معايا واحد الوقفة. كانوا في الاول ضدي، يعني عاطيني شي فيديوهات الناس، لكن فاش يعني فاش عرفوا اشنو اللي واقع وعرفوا ان التسجيلات يعني غير ملصقين ماشي حقيقيين، فقالوا لا خصنا ندافعوا على صباح. وداك الشيء علاش ديك السيده خرجت بالاعتذار، لان عرفاتهم عرفوا الحقيقه ووصلوها الاوديوات حتى هي اللي كيبينوا كل شيء. الحمد لله، اللهم لك الحمد. كاين قنوات ديال الانتقاد، كاينين قنوات صغرى اللي كنشكرهم بزاف بزاف حتى همايا، عاد زيد عليهم قنوات كبرى اللي كانوا خلاو ليا التعليقات ديالهم كنشكرهم. كاين نزيهه شانيل اللي كانت كتواصل معايا دائما، يعني بزاف بزاف الصراحه. هنا فين كيبان واحد الجانب انساني ديال انك انت بمثابه اختي، بمثابه امي، بمثابه بنتي، مستقبلا مرتي. يعني ما نبغيش اللي غيشير فيك وبالباطل، مادام يعني الحقيقه باينه راه بنادم اللي بغى يتعامل عليها وصافي. بعدنا ظهر بعدنا ظهر في الناس، يمكن مادة دسمة لكل واحد، يعني اي واحد بغى يطلع قناة ديالو او لا، مع احتراماتي لكاع اليوتيوبرز ولا، لكن كنشوف انا واسماء كنتعرضوا بزاف لهاد الظاهره هادي. يعني وحده ما كتعرفيها ما كتعرفك كتنوض كدير فيديو كتقول لهم صباح دارت ليا وفعلت ليا وتركت ليا، وتي ما عمرك ما شفتيها ولا عمرك عرفتيها ولا عمرك تواصلتي معها، فقط باش تطلع نسبه المشاهدات. وحده ما بغاش تطلع لها القناه ديالها غادي تلوح عليك الباطل، وما بغاش تجمع لها واحد 16000 ريال. ف ضروري ضروري، لا انا لا اسماء، انا لاحظت ان اسماء يمكن اكثريه معايا انا، يعني هادو حنايا بجات اكثريه عرضه لهاد النماذج هادو.
كاين ولينا شحال هادي باش وقفت الجيفواي، حبست الجيفواي. دابا كيجيو عندي كيجيو دابا الناس خصهم تفهم انك ماشي انت كتمشي كتطلبيهم، راه كيجيو عندك قنوات اللي كيقول لك عافاك حنا مجموعه بغيناك ديري لنا الجيفواي. كتقولي لي راه ما بقاش فيه التفاعل، كيقولوا لك لا حنا ما سوقناش، المهم بغينا نديرو جيفواي وصافي. كديري معاهم جيفواي، اون فوا كيدخلوا كيعارفه غير كيدخلوا الجيفواي خصهم الفرصه باش يطلعوا. دابا على حسب كل واحد باش يخدم الجيفواي، راه كاين اللي كيخدم الجيفواي غير 300 درهم، كاين اللي كيخدمها ب 500 درهم، كاين اللي كيخدمها ب 1000 درهم، كاين اللي كيخدمها ب 2000 درهم. كل واحد واشنو. والناس اللي ما تعرفوش هو فاش كتجي عندك واحد القناه وكتطلبك تقول لك عافاك راني ما عنديش وعندي ظروف، بحال مثلا دايره 500 درهم، كتقول لك عندي غير 200 درهم، كتقولي لا غير اري صافي ماشي مشكل. كاينه قناه اللي كتقول لك انا ما عنديش، كتدخلها فابور. الناس ما فاهمينش هادشي، كيحسب ليهم جيفواي راه صافي فيه الفلوس، ورا كل يوتيوبر او لا كل يوتيوبر وكيفاش كيخدم. انا قلت لك ان المراه الا كانت مزوجه فراه ما كلشي كيحترمها. اون فوا كتبغي تطلق او لا كتكون ارمله او لا كتكون شي حاجه، كلشي كيتعرض يعني كلشي كينوض كيدور فيها. سميره مربوحه كانوا بزاف ديال القنوات في الاول في صفها، شويه لقينا واحد الانقسام، كاين اللي في صفها وكاين اللي ضدها. والله صايب للجميع وصافي، كلشي هضري معاها فيه الا الشرف ديالها. هذا هو اللي وقع لي حتى انا، انا راه ما لحقتش ونط وجاوبت ولا لا، كنت ما غاديش نهضر وغادي نخليها بطلع القناه ديالها الله يسهل عليها. ولكن فاش يقيسك واحد في الشرف ديالك فراه ضروري غادي تنوضي وغادي تنفجري. لا سميره لا انا لا انت لا اي امراه مغربيه حره راه ما كتبغيش اللي يقيسها في الشرف ديالها. لو كانت فعلا كيف ما كيقولوا الناس او لا كيف ما قال ولا غتحضر راسها وغتسكت. ولكن الواحد فاش كيكون واثق من نفسه اشنو داير وعارف راسه اشنو كيسوا فراه كاينه الضروره غيدافع على نفسه. اي واحد غيدافع على نفسه. لولا اليوتيوب ما كناش عايشين. اولا اليوتيوب هو مصدر رزق ديالي انا، ديال بنياتي، هو باش معيشه بنياتي. الحمد لله اللهم لك الحمد. اشنو حيد ليا؟ اعطاني بعدا كاين اعطاني المدرسه لبنياتي، كنقريهم كنوكلهم كنشربهم الحمد لله، وكنشكر كاع المتتبعين اللي كيوقفوا معايا وكيساعدوني. اشنو حيد ليا؟ حيد ليا واحد الحريه شخصيه اللي ما يمكنش انك غادي تلبسي داكشي اللي بغيتي، تيكون عندك قيود. بعض المرات واخا الانسان يجرح فيك واخا يعايرك واخا ما تقدريش تجاوبي عليه، علاش؟ لانك انت يوتيوبرز او انت انسانه مشهوره او لا، فما ما تيبقاش عندك الحق انك تجاوبي. حيد منا بزاف ديال الحوايج الصراحه. كتكون الضريبه ديال اليوتيوب راه خايبه، كيعطيك الفلوس ولكن كيحيد منك شي حوايج اخرين. كتسمعي الحقره، كتسمعي الاهانه، كتسمعي بزاف ديال الحوايج اللي كتصبري عليهم. علاش؟ على داك الطرف ديال الخبز. قررت انني ننزل في الوزن ملي وليت كنلقى بزاف ديال الانتقادات فاش كنحط التصاور ديالي في الانستغرام. غليظه هادي ديك، وانا اصلا واخا غليظه كانت شويه لاطاي. فمشيت للسونتر وهضرت مع دكتوره اكرام ياسين سميتو، وكان يعني واحد اتفاق على اشهار مادام انني غادي نقص الوزن وانا يوتيوبر فنشاركوا مع الناس. وقبل ما نشارك مع الناس راه ضروري حنايا دابا فاش كتبغي تخدمي شي كولابوراسيون ولا شي حاجه كتشاركيها انت بوحدك، كتشوفي المفعول ديالها لحقاش ما غاديش تلحقي وتقولي للناس راه كاينه واحد التقنيه ديال الهايفم او لا كاينه واحد التقنيه ديال هادي ولا هادي الا ما كنتي انت مجرباها. هذاك الشيء اللي وقع فاش جربت، بديت كنهبط في الوزن ديالي وراه كاين كلشي بالوريقات، كاين النظام الغذائي الصحي اللي وريت لك سميتو. عاد بديت كنوري للناس ها انا ها فين وصلت، ها الوزن ديالي، وكل مره كنمشي كنراقب. ندى هي تبعت ليها معاها نورها النور اللي غضيتي راه تبعت واحد شويه هبطات عقبت رجعت كتاكل.
شكرا الله سبحانه وتعالى لأنه كيبغيني وديما ديما ديما واقف جنبي. ثانيا شكرا للمتتبعين والمتتبعات اللي ديما كيدعموني وكيساندوني وكيبغيوني لله في سبيل الله بلا مصلحة بلا حتى شي حاجة. ثالثا شكرا لبناتي كبيدات ديالي اللي فخورات بالأم ديالهم مهما وقع ومهما تقال. وكذلك العائلة ديالي اللي ديما كنلقاك تيقول لك خوك خوك ما يغرك صاحبك. اسمح لي الراسي بعدا اولا لحقاش بعض المرات كنغلط في حق راسي بزاف. اسمح لي لبناتي وسمحوا لي حتى الناس لكن شي مره خرجت بشي حاجه يعني ضايقتهم ولا خاب الظن ديالهم فيا ولا لاننا كنبقاو في الاول والاخير حتى حنا بشر يعني كنخطئوا. لكن بناتي بناتي تنقول لهم سمحوا لي لحقاش واخا تنوفر لهم كل شيء ما تقدرش نوفر لهم باباهم. الحمد لله على كل حال. كنت في الاول كنوجد عرفتي احنا العيالات يكون عندك كونجيلاتور تبقى لك غائتين اللي ما صايفتيش ولاني خطا كبير اكتشفت ان خطا كبير هي الانسان اللي كانت موظفه او لا ما عندهاش الوقت ديالها او لا يمكن ولكن وحده اللي جالسه في دارها خاص كل نهار توجد حاجه بحاجه وداك الشيء تيكون قليل والطبله ما خصهاش تبقى داك الشيء غير مليوح غير مزلع غا هكاك لا خصنا نصايبو بالقياس لحقاش حنا كناكلو كاين مسكين اللي ما لاقيش والحمد لله على كل حال. المهم دابا كنصايب غير بشويه بشويه يعني كل نهار حاجه كنصايبو قبل بحال دابا الشباكيه بريوات صافي تقريبا السفوف مصايبه من الوالده اما كل نهار وكيجيب رزقه. اولا شكرا للمتتبعين ديالي شكرا للمتتبعات اللي فضلهم كبير على صباح بيوتي فضلهم كبير على بناتي كيعتبروهم بناتهم كيعتبروني انا اختهم شكرا لهم بزاف بزاف. شكرا لبناتي ندى ونورهان الله يحفظهم الله يخليهم ليا والله يخلي لكل واحد وليداتو لحقاش ندى ونورهان واخا هما دابا باقيين صغار ولكن عارفين اشنو كيوقع يعني اشنو كيدور وتقراو التعليقات وكل شيء وكيجيو كيقولوا لي ماما حنا كنبغيوك ماما حنا راه فرحانين بك ماما حنا بالعكس فخورين بك واخا هادشي اللي كنسمعوا واخا. المهم شكرا للكويدات ديالي بزاف بزاف كنبغيهم شكرا للعائله ديالي شكرا لخوتي الوالده ديالي الناس كاع يعني اللي كيبغيوني اللي كيسولوا فيا اللي واقفين جنبي صراحه كنحمد الله وكنشكره لان عطاني واحد النعمه كبيره عطاني حب الناس عطاني حب العائله ديالي الحمد لله اللهم لك الحمد وشكرا للمتتبعين ديالي بزاف بزاف. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.